معانا على التليفون واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي والمدير الفني السابق للنادي الاهلي وحاصل على دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، كابتن محمد يوسف. يا كابتن يوسف منور الدنيا. حبيبي يا غيمه، اخبارك ايه؟ مساء الخير عليك وعلى كل جمهورك ومستمعينك المحترمين. ربنا يعزك ويحفظك يا كابتن يوسف. ربنا يعزك ويحفظك، احنا اللي بنتشرف يا كابتن يوسف بوجودك معانا. حبيبي كابتن يوسف، رايك ايه في ماتش امبارح واهم ملاحظاتك اللي يجب على كولر ولاعيبه الاهلي ان هم يحطوها عين الاعتبار ماتش يوم الاربعاء باذن الله؟ والله بص، احنا المباراه امبارح طبعا يعني سان داونز والاهلي مبارياتهم في السنوات الاخيره مباريات قويه ومباريات كل افريقيا بتتابعها، وطبعا خصوصا الجمهور المصري والجمهور الاهلاوي. يعني ايوه، سان داونز فريق قوي وفريق عنده عناصر مميزه جدا وبيقوي فرقتهم باستمرار، ما بيقفوش عند مدرب بعينه، يعني عندهم منظومه ماشيه، سيستم ماشي. وفي المقابل النادي الاهلي حاطط للبطولات، ورغم ممكن يكون عمل نتائج مش كويسه في الفترات الاخيره مع سان داونز الا ان هو بيقدر يطلع على منصات التتويج وياخد بطوله افريقيا. يعني هو يعني زي ما بتقول بيعوض دي ان هو بياخد البطوله وبيحقق الهدف اللي من اجله هو بيلعب في بطولات افريقيا. مباراه امبارح انا شايف الاهلي بالغ شويه. أيوة. في احترام سان داونز، فريق محترم او كل حاجه، وعملنا شق 50% من المهمه وهي النزول تحت الكوره وغلق المساحات البينيه ما بين الخطوط عشان سان داونز تعرف تلعب يعني في المساحات اللي هي بين الخطوط بشكل مميز. لكن كان يجب ان احنا نعمل بقى ال 50% الثانيه وهي عند استحواذ على الكوره او قطع الكوره او فقدان الكوره من جنوب افريقيا من سان داونز. كان لازم يبقى في انطلاقات، وكان لازم يبقى في استحواذ، وكان لازم يبقى في نقل، يعني اكتر من نقل، يعني تمرير بحيث ان انت تقطع المكان بالكوره، فلازم تمرر الكوره بره الضغط عشان تبدا تطلع وتنطلق عن طريق محمد هاني، عن طريق علي معلول، عن طريق رضا سليم، عن طريق فرساو، صلاح محسن، السرعات اللي موجوده عندك عشان تقدر تفاجئهم قبل ما هم يرجعوا، لان هم بيعملوا حاجه اسمها كاونتر بريسنج او اللي هو الضغط العكسي. تمام. اللي هو اول ما بيفقدوا الكوره بيروحوا رايحين ضاغطين على طول. ايوه، فالنقطه كانت لازم النادي الاهلي يعملها، ودي اللي خلت الاهلي دايما في حاله دفاع مستمر، وخلت الشكل الغير مقبول بالنسبه للنادي الاهلي. لان طبعا انت عارف جمهور الاهلي ومتابعين الكوره في مصر متعودين الاهلي هو اللي بياخد الكوره، هو اللي بيستحوذ، هو اللي بيبقى عنده نسبه الاستحواذ اعلى. بس انما انا شايف ان في ظل كل ده وفي ظل عدم ظهور برضو اكتر من لاعب بحالته الطبيعيه، الى ان النادي الاهلي برضو النتيجه انا شايفها ان تقدر تتعوض، لان ظروف يوم الاربعاء وظروف المباراه اللي هنا هتبقى في استاد القاهره هتبقى شكل متغير خالص او شكل غير خالص. أي. لو جينا بقى لجأنا للشكل في يوم الاربعاء، انا شايف اول حاجه اول عامل هيبقى مساعد للنادي الاهلي جمهوره. طبعا جمهور في استاد القاهرة انا اتوقع ان الجمهور هيملى الاستاد، ودي هتبقى يعني مباراة مصيرية بالنسبة للنادي الاهلي، فبالتالي جمهوره دايما بيبقى وراه وظهره في المواقف الصعبة. والنقطة الثانية هي اللي عايز اقول النفسية، الحالة النفسية بتاعت اللعيبة. انا اعتقد ان الحالة النفسية بتاعت لعيبة الاهلي وهم بيلعبوا مع سان داونز في جنوب افريقيا كان في سنة خوف شوية، كان في سنة خوف من النتيجة. صح. ان كده خسرنا بسكور عالي مرتين فممكن يحصل تاني ولا تالت يعني. انما هنا انا شايف ان الجمهور مع لعبة استاد القاهرة مع الثقة ان انت النهاردة هتكسب المباراة دي، هتعدي الدور وهتوصل نهائي بطولة الدوري الافريقي، كل دي عوامل بالاضافة للثقة اللي المفروض الجهاز الفني بقيادة كولر يديها للعيبة ان احنا احسن، ان احنا اخطر، ان احنا عندنا قدرات اعلى، ان احنا عندنا خطوطنا لما تيجي تقارنها بخطوط سان داونز، خصوصا خط دفاع سان داونز هو احد النقاط الضعف المهمة جدا. طبعا ولازم تستغله ولازم تلعب عليه بشكل مميز جدا، ولازم يتم تحليله من قبل محلل اداء ان انت تحلل اداء خط الظهر بتاعه، لان انا كنت متوقع ان خط الظهر ده هو هيبقى اكبر نقطه ضعف في المباراه الاولى نتيجه المساحات اللي هتبقى موجوده واندفاع سان داونز للهجوم لانه بيلعب على ملعبه. ايوه، لكن انا متوقع ان سان داونز لما هيجي هنا هيلعب بنفس الاسلوب اللي لعب بيه في ملعبه.
هما بيلعبوا بره وجوه بنفس الطريقه. هو صحيح. ده الدوري الجنوب افريقي، وانا ليا تجربه قبل كده سابقه مع اورلاندو بايرت لما درستهم بيلعبوا في الدوري زي بطوله افريقيا زي اي بطوله، لعب مفتوح وهجوم ودفاع وهجوم ودفاع. فطبعا انت لازم تبقى في الحاله دي دارس يعني نقاط ضعفهم، وانا شايف ان اقوى حاجه عند في نقاط الضعف لازم تستغلها هي ضعف خط الظهر. صحيح. بالاضافه طبعا ان انا اعتقد ان كولر ممكن هيدخل بعض التغييرات اللي هي ممكن تدي يعني صلابه او قوه او اندفاع شويه هجومي وحلول اخرى غير اللي ممكن يكون لجأ لها في المباراه الاولى. ده مش تقليل طبعا من الناس اللي لعبت، يعني صلاح مثلا انا واحد من الناس ما اقدرش احكم عليه لانه ما لحقلاش فرصه، ما اتعملتش اي كوره، ما جالوش اي لعب، يعني حتى السند الكورة عشان نطلع عليه ونستخدمه كورقة مثلا نطلع بيها ويبقى محطة نسند عليها ونطلع ما اتعملتش، وبالتالي صعب ان احنا نقيس عليه. ان شاء الله يا رب رجالة الاهلي يكونوا موفقين ويكونوا عند حسن الظن يوم الاربعاء. كابتن يوسف وشرفتنا ونورتنا. ان شاء الله. وانا شايف برضه ابراهيم ان احنا بس يعني من عشان سان داونز الفترة الأخيرة بيقابل الأهلي كتير، فبالتالي الموضوع واخد يعني عارف أنت عمل أصداء قوية جدا. صحيح. وعدم الأهلي بالحاجة اللي إحنا متعودين عليه، إحنا متعودين الأهلي دايما يمسك الكورة، فلما لقينا إن الكورة 70% ولا حاجة و70% لصالح سان داونز، فدي عملت يعني نبرة من عدم الرضا. صحيح. صح. بس نتمنى ان شاء الله مباراه يوم الاربعاء ان شاء الله هتطلع. انا متفائل ان الاهلي ان شاء الله هيعدي وهيقدر يعدي بنتيجه كويسه ان شاء الله. يا رب. كابتن يوسف نورت الدنيا. شكرا. شرفتنا وكل الشكر لنجم مصر والنادي الاهلي كابتن محمد يوسف.